بو السلام عليكم، معكم الكوميدي عبد الخالق فهيد، والطبع اللي ساهمتوا فيه نتوما كجمهور ديالي سنحبكم بزاف، سنحماق عليكم. المجيء ديالنا والحضور ديالنا هنا في باريس في زينيت دو باري على هذه القافله ديال الثقافه اللي من جل عناصر ديالها فنانه مرموقين، يعني من الجيل الماضي والجيل الحاضر، يعني كاين واحد باقه ديال الفنانه جميلين جدا. اولا البدايه بدات بباريس، لان علاش بغينا من خلالها نعانقوا الجاليه ديالنا المغربيه المقيمه باوروبا بصفه عامه وفرنسا بصفه خاصه. دونك لو ميساج هو احنا جينا باش ننشروا هذه المساله ديال التثقيف والثقافه بصفه عامه. اللي كنتمنوا من الله ان لو سبيكتاكل ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون ناجح. باش غادي ينجح بحضور ديال الجاليه اللي خصها تجي تحضر بكثافه، ونحيو معهم سينت الرحيم، وشيء جميل، وهذا هو المبتغى من هاد القافله هذه. وكيف المعتاد اللي دينا الله بالخلق فهيد، وان هذه تحيه مني لمغاربه العالم فين ما كانوا خوتي المغاربه في هاد الكره الارضيه، كنوجه لهم التحيه هكا البارود الليله.